السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جايب لكم نبات البطيخ. النبات ده عمره حوالي 4 أسابيع، يعني بالظبط شهر إلا حاجات بسيطة. والنبات ده ما بيطولش لأنه بيمشي على الأرض، علشان بيطلع بطيخ كبير فهو بيمشي على الأرض ما بيطولش. فالنبات ده بيزرع ازاي؟ تجيب بذر البطيخ وتحطه في الطينة وتسقيه كل يوم، هتلاقيه نبت معاك بعد 3 أيام بالظبط، تلاقيه نبت معاك. وتسقيه كل يوم، لو جو حر تسقيه كل يوم، او لو مفيش شمس وجو حلو اسقيه 4 مرات في الاسبوع. وحاول ما تسقوش كتير قوي علشان الجذور ما تعفنش، لان كتر المية بتخلي الجذور بتاعت النبات تعفن. فياريت وانت بتسقي اي نبات ما تسقوش كتير، بحيث ان الجذور ما تعفنش بتاعته. النبات ده احنا زرعينه فوق السطح، طبعا النبات ده بيحتاج سماد. طب انت هتسمده ازاي؟ انا عملت فيديو عن طريقة تسميد النباتات، والفيديو ده اسيبهولك في رابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف، هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو ده، ادخلوا عليه وهتلاقيني شرح لكم ازاي تسمدوا النباتات. انا عامل طرق كتير لتسميد النباتات، وشوفوا والفيديو عجبكم ان شاء الله. هو ده كان الفيديو النهاردة عن طريق زراعة البطيخ، وحبيت بس اوريكم نبات البطيخ بيبقى عامل ازاي، لان في ناس كتيرة قوي عايزة تزرعه وخايفة تزرعه ليموت كده يعني، او مش عارفة تزرعه، فانا حبيت اوريكم نبات البطيخ. وياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.